أيضا تغريدة ثانية من حساب الأستاذ نجيب الزامل يقول فيها الحياة تستمر. خلونا نشوف كيف مثل الحياة تستمر في هذه التغريدة اللي راح نقراها مع بعض. علينا ألا ننزعج ولا نشكو من تصاريف وتقلبات الحياة، فكل حزن يتلاشى وكل وجع يشفى وكل عقدة تنحل. أوجز كل ما يحدث لنا في كلمتين: الحياة تستمر. شكرا للأستاذ نجيب زامل على هذه النصيحة المهمة جدا، وفعلا لازم نحاول أننا ما ننزعج كثير من تقلبات الحياة، من المشاكل أيضا اللي ممكن تواجهنا في هذه الحياة. بالنهاية مثل ما قال، الحياة تستمر. وطبعا معنا أيضا تغريدة أخيرة لليوم من حساب فيصل بن فهد بن زرعة، صور فيها القمر ليلة البارحة. طبعا هذه التغريدة الموجودة معنا: قمر 14 والمجدول ليلة البارحة. في هذه الصور الجميلة اللي راح نشوفها مع بعض، منظر جميل جدا للقمر في نص الشهر. وأنا أقول تحية كبيرة لكل اللي انولدوا في يوم 14، كذا نقدر نقول لهم قمر 14. هي مدحة يا جماعة بالنهاية، فعلا منظر جميل جدا للقمر ممكن نشوفه. وأيضا شكرا أكيد لفيصل فهد بن زرعة. ومن السوشيال ميديا نروح